على قناة حنا بعض موجود معنا بتليفون معد الحصة خالد شوشين. أهلا بك خالد. تحية ليك إسلام وتحية لكل مستمعي راديو إكسبريس فام، ويعطيك الصحة على اللفتة الكريمة. وبالفعل كما كنت تحكي وتقول، اليوم الإعلام الرياضي في تونس يشكل خلينا نقولوا منظومة كبيرة، وإن شاء الله يا ربي الوجوه الشابة كيف سيادتك إسلام نعطيهم من خلالها الإضافة يا ربي. دونك خالد كما قلت أنفان خلينا نقولوا عودة البرنامج بالمكشوف، استنينا برشا تقريبا في فيفري تقريبا حتى السيزون أكثر من اشترهت علينا بها. أولا عايش تأخير هذا الكل ساعة أكيد إسلام ما يخفيش على حتى واحد أنه قناة حنا بعض هي القناة الخاصة الأولى في تونس، تقريبا عملت ثورة إعلامية على مستوى الإعلام الرياضي، وهذا يشهد به الناس الكل. مرت ما بعد الثورة بعديد الإشكالات، ولكن الحمد لله خلينا نقوله قناة حنا بعض اسم كبير واسم راسخ في ذهن المشاهد التونسي والكبير إسلام، يمرض يتعطل يتقلق لكن ما يموتش وديما موجود، الناس الكل تعرف شنو مرت به قناة حنا بعض. على كل الحمد لله، صحيح بعد غياب دام لأشهر طويل على غياب الحصص الرياضية في قناة حنا بعض، يعود برنامج بالمكشوف البرنامج الحواري الأول والأكبر في تونس. خلينا نقول راهو تكليف ماهوش تشريف، ومسؤولية كبيرة ياسر على عاتق أبناء القناة لأول مرة إسلام وللتاريخ بعد تأسيس قناة حنا بعض في 5 فبراير 2005. قناة حنا بعض تعطي الثقة في ولادها، ولأول مرة لحما ودما برنامج بالمكشوف. مش واخذت شوية الثقة هذه خالد بعد تقريبا من 2005، مش واخذت شوية؟ والله شوف وخرت شوية، لك خلينا نقوله نحن الصابر إينال تعلمنا، ونحب نشكر كل الناس اللي مرت علينا في قناة حنا بعض سواء كان في سوي عرفتور أو في برنامج بالمكشوف. كل إنسان مر علينا من خارج أسوار القناة إلا وتعلمنا منه برشة حاجات باية، وتعلمنا منه برشة حاجات علمتنا إن نتعلمه نتجاوز الحاجات الخايبة. نقول اليوم الحمد لله اللي جاء الوقت اللي أبناء القناة رزنوا تعلموا وعندهم كارنيه دريس نجموا يخدموا بيه، والحمد لله اليوم برنامج بالمكشوف يرجع بوجه جديد بروح جديدة، ولأول مرة كما قلت بأبناء القناة خالد مش يكون في الأعداد، وأكيد معايا قسم الرياضة الكل في قناة حنا بعض تحية إلى سميهمنا ميسيلش خالد، سمينا الناس الكل ميسيلش. أكيد أكيد زميلتي نعيمة الساسي، رياض الحمروني، أيمن باوي، أمل الحداد، هيثم الراجدي، سهير هيكل منصر، كل فريق الإعلام والصحفي اللي تمرس الحمد لله ويبقى ديما من أعرق الفرق الإعلامية الرياضية، يعني الأقسام الرياضية في تونس اللي تعلموا وتمرمدوا في التيرانات وضربوا وجابوا المادة. اليوم صحيح تعبنا لكن اليوم رجعنا إن شاء الله برنامج نشوف نهار الثلاثة هذه يا إسلام برؤية أخرى، مش نقول باش نجيبوا العجب عجيب أو مش نجيبه معناها نعمل ديكسلوها، لكن فما رؤية أخرى، رؤية شبابية متاع أولاد القناة، وجوه أخرى، دم أخرى جديدة إن شاء الله نقدمه من خلالها مادة رياضية. جيستو مو خالد، شنو هي الرؤية هذه؟ شنو نستناه جديد؟ قلت لي رؤية أخرى، شنو نستناه جديد باختلاف فما؟ فشنو اللي يشد المشاهد باش يتابع حنا بعد ما يتابعش قناة واحدة أخرى معناها؟ هذا ثلاثة. شوف شنو جديد معناها؟ هو في حد ذاته إسلام عودة برنامج بالمكشوف يوم الثلاثة في حد ذاته هو حدث. يعني المشاهد التونسي تعود انه بالسهريه نتاع نهار الثلاثاء فهم برنامج حواري اسمه برنامج بالمكشوف، اليوم يرجع بعد صعوبات بعد عراقيل بعد مشاكل برت بها قناتنا، ولكن الحمد لله لقينا اليوم الحلول ومش نطلقوا على رب. اليوم برنامج بالمكشوف مش تكون في اركان قاره، يعني مش ولي فما دي بوان دو غوبير، ما نحبش نحرق برشا حاجات اسلام وان شاء الله نهار لا لا يا اخوي اعطينا 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 خالد اعطينا شنو نشوفه خالد تبعنا وتعطينا يعني اراءك، لانه احنا ننتظر كل اراء زملائنا والنقد نتاعهم البناء باش نغيروا باش نحسنوا، مش تكون اركان قاره اللي تكون دي بوان دو غوبير انه المشاهد يعرفها، الركن القضائي هذاك موجود، الركن القانوني موجود، اكيد الركن تاع لي دوسي موجود، الركن تاع الفلاش باك مش يكون موجود، برشا حاجات ان شاء الله يا ربي نحاولوا من خلالها نقدموا ماده رياضيه، نحاولوا نستبقوا الاحداث، ما نستناوش الحدث، نحاولوا نحن نخلقوا الحدث الرياضي، نحاولوا نحن نخلقوا الاشكال او الاشكاليه الرياضيه اللي باش نحكيوا عليها، ما نستناوش انه تصير الحاله، نحن نخلقوا الحدث الرياضي وان شاء الله يا ربي نكونوا موفقين احنا وباقي الزملاء يا ربي. خالد الكترونيكور فيكس مش يكون ان شاء الله ولد القناه، هو ما نحبش نقول يعني استاذ في القانون الرياضي، مش يكون زميلنا وخونا طارق العلامي استاذ القانون الرياضي، مش يكون زميلنا الاعلامي كذلك عبد السلام ضيف الله، وجه اعلامي معروف في تونس عنده الكفاءه وربي يوفقه ان شاء الله يعطينا الاضافه في برنامج بالمكشوف. باقي لي كونسيلتون اسلام مش تكون متغيره، مش باش يركزوا على واحد واثنين، باش ديما فما حركه، اليوم فما وجوه شابه
التحليل الفني في تونس ما تاخذ الفرصة نتاعها. ما نجمش نجيب واحد بارك لعبه التنس، كل واحد عنده رؤيته، الشاب عنده رؤيته، المتمرس عنده الرؤيه نتاعو، مش يكون فما تداول على مستوى التحليل الفني في البرنامج ان شاء الله يا رب. بي خالد بنسألك انا خلينا نبرب شويه مسالش علاش ما كملش عاد البوهليل التجربه عامله؟ والله تجي تسال عاد البوهليل انت قريب من رياض القناه وتعرف زميل قدير، نكون له كل الاحترام، تعلمنا منه برشا حاجات وتعلم منا نحن برشا حاجات في قناة حنا بعد. اختار تجربة أخرى، هذا يبقى اختيار شخصي لعالمه، له ربي يوفقه ربي يعطيه ما يتمنى هو وباقي الزملاء. بكذلك تم الاستغناء من اللي كلونيكا اللي كان يخدمه معاه سامي العكريمي، علاش مش موجود في التشكيلة متاعكم؟ هو ماهوش استغناء يا اسلام، سامي العكريمي يبقى قلم ممتاز في تونس، صحفي متمرس، مانيش انا باش نحكي عليه، نحن نبقاو اخواته الصغار في الاعلام الرياضي في تونس. قلت اليوم رؤيه جديده، اليوم نظره اخرى، اليوم اختيارات، هي ماهوش اقصاء ولا ابعاد، يعني بالعكس مش لابعاد ولا اقصاء، اليوم هي اختيارات ان شاء الله يا ربي تكلل بالنجاح، ولكن يا ربي لا قدر الله لم تكلل بالنجاح فانه معناها ديما الابواب مفتوحه لكل الزملاء، وان شاء الله يا ربي انا متاكد انهم مش نقدموا وجه اخر، رؤيه اخرى، نظره اخرى، من خلال تقديم ماده اعلاميه ان شاء الله تليق بقيمه خاصه المشاهد في تونس، لانه امانه اليوم الاعلام في تونس قاعد يدهور بصور، مانيش نحكي على الاعلام الرياضيه، بصور اخرى وكلام اخر، ان شاء الله نحن نكونوا في المستوى ونخلقوا صوره اخرى وماهيش النمطيه نتاع حلل وتعدى، ان شاء الله تكون ديناميكيه حيه، فيها صوره اخرى، فيها روح اخرى، فيها بحث اخر، طرح اشكال اخر من زوايا اخرى. وهذا علاش نقول هكا يا اسلام، لاني انا عندي الحنين ونحب برشا ابناء معهد الصحافه وعلوم الاخبار، وانا ولد المعهد هذاك. اليوم وقتنا، اليوم وقتنا، اليوم الناس هذه تمارست لازم تاخذ البلاصه نتاعها عن استحقاق، مش تفك. اليوم نحبوا حتى واحد يعمل لنا مزيه، اليوم بعد تجارب معناها متعدده الحمد لله واحد كسب نوعا ما من الخبره الصغيره هكايا، ان شاء الله يا رب يحاول يوظفها ونحاول نقدمه من خلالها ماده رياضيه كما قلت لك تليق اولا باسمنا كاعلام رياضي الكل، وان شاء الله تليق كذلك باسم الجمهور التونسي اللي قاعد يستنى في ماده رياضيه غير نمطيه. باهي خالد من عرفش تعطيني راي ولا الفيرسيون الاولى نتاع بالمكشوف هي اللي بلغت القمه نتاعها والمجد، حتى بعد اللي جاوا مع احترامي الناس الكل معناتها ما وصلوش للدرجه هذيك، معناتها نجموا نشوفوا معاكم انتم الفيرسيون نتاعكم انتم ابناء قناه حنا بعد توصلوا اللي وصلتوا الفيرسيون الاولى نتاع بالمكشوف؟ شوف ما نجموش نعمل المقارنات ما قبل الثورة وما بعد الثورة، ما نجموش نعمل المقارنات. تعرف أنت قناة حنا بعد هي اللي عملت الثورة الرياضية في تونس، هذا على مستوى الإعلام الرياضي ما يختلف فيه حتى واحد. نحن تمرسنا كانت فترة زاهية لقناة حنا بعد في تلك الفترة بأسماء يعني كبيرة وكبيرة ياسر، على رأسهم المرحوم عبد المجيد بن إسماعيل الله يرحمه، وإن شاء الله ربي يصبر العائلة بتاعه، ويبقى ذاك أستاذنا اللي تعلمنا منه الحكمة وتعلمنا منه برشا حاجات كثير. تحية لشهاب الرويش وتحية لمعز من الغربية وتحية إلى كل المعدين، دخلتني في باب اخر الله يهديك يا استاذ. تحيه الى كل المعدين اللي مروا على قناه حنا بعد وكل المنشطين، لبيب الصغير، الحاج المنظر الجبنياني، عادل بوليل، استاذنا صالح القادري، كل المعدين اللي مروا على قناه حنا بعد على البرنامج المكشوف، كل الشكر اليوم. صحيح كانت الفتره زاهيه، نجح برشا برنامج المكشوف، اطرح قضايا يعني ما كانتش تطرح، ما كناش نشاهدوا الصور هذيك، ما كناش نشاهدوا التصريحات هذيك، ما كناش نشاهدوا الملفات هذيك والدوسيه هذيك. اليوم بعد الثوره الناس الكل اصبح عندها المارج الكبير نتاع حريه التعبير وطرح كل القضايا. نحن ان شاء الله مش نطرحوا القضايا هذيك بزوايا اخرى، موجوده الحريه من بكري في قناه حنا بعد، ماهيش جديده علينا نعرفوها، مش نطرحوا دون خلفيات، فقط نحب نقول ان شاء الله نكونوا على قدر المسافات الكل من كل الجامعات وكل الجامعيات باش نعطيه كل انسان حقه، لا نكونوا لا مع هذا لا مع هذا، هذا هو الجديد اللي عنا نحن. خاطر اليوم تشاهد المشهد الرياضي التونسي انه ساعات تشاهد سياسه محاباه لنادي او لجامعه على حساب جامعة أخرى، اليوم نحن الطرح نتاعنا إن شاء الله نكونوا على قدم يعني المساواة ما بين كل الجمعيات والجامعات واللاعبين وكل المشهد الرياضي الموجود في تونس يا إسلام. خلينا ناخذ سكوب خالد، شنو باش يكون موجود في الحلقة الأولى إن شاء الله؟ ماك تعرف الديماراج لازم يكون قوي باش تشد العباد. مانيش باش نخبي عليك والله وبصدق، عندنا برشا أسماء موجودة وعاتية الموافقة المبدئية، ما نحبش نقول لك نعطيك اسم على اسمه من بعد تعرف الإعلام وأنت ولد الإعلام وتعرف إسلام ساعات تصير أي فكوه هاي تغير نتاع 90 دقيقة تغير، باش يكون إن شاء الله يا ربي رئيس جمعية ما ظهرش في التلفزة
ان شاء الله يكون موجود معنا نهار ثلاثة ليطرح عديد القضايا. عبد السلام اليونسي ولا حمد المد بذي؟ انت بعدك لك التحليل ولك التفسير. دخول بقوة ذي ظهر. دخول بقوة قلت لك خالد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يتمم. نقولوا احنا هكا بسلام وان شاء الله يا ربي تمشي الامور على العال. وان شاء الله يا ربي ان شاء الله نقدموا. انا خليني نقول اليوم ان شاء الله مهما كان الضيف راهو يا اسلام مهما كان اسمه. وتحياتنا لكل رؤساء الجمعيات والجامعات وكل الزملاء راهو الضيوف. هي مش تشكل حلقة أخرى من البرنامج اليوم. المادة المقدمة في البرنامج اليوم المادة المقترحة من خلال الزملاء سواء كان زميلي شاكر الكنزاري أو اللي تكون يتوغل مش كونوا معاه هما اللي مش يعطيوا الإضافة والتحليل البسيط اللي مهوش ما فيش برشة فلسة. باش اليوم المشاهد التونسي قلت لك يخرج مك الصورة النمطية هاو 3-5-2 هاو 4-4-3 هاو 2-3-1 لا ذاك الكل ولا اليوم طرح آخر. اليوم حتى على مستوى التقارير متاعنا إن شاء الله مش تكون فم فيها طرح آخر إن شاء الله صورة أخرى إن شاء الله يا ربي رؤية أخرى نحاول من خلالها نغير ونبعدوا على الصورة النمطية وربي وفق الجميع يا إسلام. باش نين أموي في قناة حنابعل خالد الامور ديما على العار راهو في قناه حنا بعد يا اسلام خاطر كان فما شويه مشاكل وماليه وشويه هكا تحسنتش على الاقل شويه يا اسلام. المؤسسات الاعلاميه والاقتصاديه في تونس الكل تشكلت ماديه هذا يعني ما في حتى اشكال. اليوم حنا بعد راهي دار كبيره واللي ما يعرفش حنا بعد من داخل بين ظفرين مع شويه هكا اعلام رياضي مع احترامي لكل القنوات اللي ولي القناه ونحس عليها دار كبيره والدار كبيره راهي تلم اولادها والدار الكبيره راهي تتلم ليه والدار الكبيره راهي باللي تمر عليها مشاكل باللي يصير فيها ديما تبقى واقفه وراسخة لانه الشيء اللي صار على قناه حنا بعد لو صار على اي قناه خاصه اخرى في تونس يكون مآلها لا قدر الله الاغلاق. لكن حنا بعد برجالها مؤسسها بادارتها باولادها ونحب نقول هنا حكيت على الاداره تحية شكر كبيرة للسيد زهير القمري الرئيس المدير العام لقناة حنا بعد اللي اليوم خذا على عاتقه وخذا المسؤولية واعطاه الثقة في ولاد القناة وهذه الشهادة معناها اللي هو بالحق وستحسب له وان شاء الله ربي يوفقه في كل المهام وان شاء الله ربي نحن نوفقه في مهامنا هكاك تكون الصورة متكاملة تنجح الإدارة متاعنا وينجح البرنامج الحواري الأول في تونس على مستوى الرياضة يا إسلام. واضح يعطيك الصحة خالد شوشين بالتوفيق ليك وبالتوفيق لشاكر كذلك إن شاء الله الأولاد الكل تعطيونا مادة عالمية متميزة كما عودتونا. ما نساش نغير كلمة الختام لو كان شنو تحب تضيف خالد باش العباد تشدهم باش يتابعوا الحلقة الأولى من بالمكشوف. اكيد ان شاء الله يا اسلام يعطيك الصحه اللي يعطيتنا الفرصه هذه في كل وقت خويا مرحبا بك نعرف اسلام يعطيك الف صحه ان شاء الله نهار 3-9-4 برنامج بالمكشوف مشي ارجع لقناه حنا بعل تفرجوا شوفوا فما حاجه اخرى فما حاجه جديده فما وجوه جديده ما كنتوش تراوها في البلاتوات خاصه في برنامج بالمكشوف باش نقدموا لكم ماده متميزه. لكن يا اسلام نحب نعمر على حاجه نعمر على النقد البناء نتاع الزملاء ومرحبا بكل فكره من اي زميل تليفوني محلول تليفون زميل شكل كنزاني محلول اي فكره مرحبا بها ومرحبا بكل انتقادات ونقد جمهورنا الرياضي الكبير اللي ان شاء الله يا ربي تشاهد ماده رياضيه تكون في قيمته وتليق بمستواه الكبير يا رب. يعطيك الصحة يا اسلام. يعطيك الصحة انت خالد شوشين بالتوفيق ليك وكل الزملاء في قناة حنا بعل. نحن مازلنا متواصلين في فير بلاي حتى المطلع نتاع العشاء.